مساء الخير واهلا بيكم حلقة جديدة مع بوكس تو بوكس. قبل ما ابدأ عن مباراة الاهلي واتكلم عن الاهلي وفيوتشر والتعادل بتاع النهارده، تعادل غريب جدا، مش لانه فيوتشر يعني ما يستاهلش التعادل، لكن اداء الاهلي كان غريب وتشكيل غريب وافتكاسات موسيمانية. الاول في حاجات كده بتحصل بخلي الواحد والله العظيم اولا بيبقى مبسوط في شغله، لانه دي حاجات بتخلينا نتكلم ونشتغل ونعمل مداخلات وتسري البرامج والاعلام الرياضي جدا، لكن هي ما بتبقاش مفهومه. يعني لما جه المباراه بتاعه الاهلي وبيراميدز اللي معاده 30 ديسمبر، وبعدين اتاجلت وعملت لغط كبير جدا، وطلع الحاج عامر حسين قال كلام لطيف جدا، قال لك ان احنا ملتزمين بالاجنده الدوليه، والاجنده الدوليه بتقول يوم 27 ديسمبر تبدا معسكرات كل المنتخبات الافريقيه. ماشي، خلينا نشوف الاتحاد الافريقي بعت للاتحادات الاهليه قال لهم ايه. الاتحاد الافريقي قال ايه؟ قال لك ان احنا ابلغنا كل الاتحادات ان 3 يناير هو آخر موعد لترك اللاعبين الأفارقة للمنتخبات. خلونا نشوف ده في الجول، عامل خبر بيقول انه الكاف قال له ان 3 يناير هو آخر موعد بعده كده للاتحادات الأهلية يعني اللي موجودة في الدول الأوروبية أو الإفريقية، اللي انت تقدر تستعين باللعيبة بتاعتك لغاية 3 يناير، يعني بدهم أوبشن. القايمة الأجندة الدولية تبدأ من 27 ديسمبر، لكن في الآخر في أوبشن موجود نتيجة اللغط اللي حصل قبل كأس الأمم، وإن الأندية الأوروبية متضايقة جدا من إقامتها، وإن الكاميرون ما كانتش جاهزة، وكل الحوار اللي خلص ده إن البطولة هتتلعب في ميعادها، فده أوبشن ادى الاتحاد الافريقي للاتحادات الاوروبيه بناء عليه. مثلا يعني ليفربول، خلينا نتكلم على المثال اللي احنا نفهمه، ان ليفربول هياخد محمد صلاح يوم 28 ديسمبر معاه، يفضل معاه يلعب ماتش ليستر سيتي، ويوم 2 يناير يلعب الماتش بتاع تشيلسي، ويبقى موجود عندنا ان شاء الله كده سالم غانم يوم 3 يناير. كل الدنيا استخدمت الاوبشن اللي قدمه الاتحاد الافريقي، رغم ان الاجنده 27 ديسمبر، بس ده اوبشن قدمه لكل الانديه الا عندنا بس في الدوري المصري، على اعتبار طبعا ان احنا عندنا مساحه من الوقت الكبير جدا، فبالتالي ان احنا بنأجل ماتشات والتزمنا حرفيا. النهارده مباراه الاهلي مع فيوتشر هي اخر مباراه وتوقف الدوري لغايه 6 فبراير، يعني 40 يوم. يعني بص، احنا مفترض بندور على خرم مش على يوم، على خرم تعرف تقيم فيه مباراة، علشان خاطر ما عندناش وقت. الدوري يخلص في شهر 9 ولا في شهر 10 ولا في شهر 8 اذا عرفنا نبدره شوية، وده ميعاد متأخر جدا جدا، وبيعمل لك انقلاب في عقود اللاعبين. يعني كل عقد في نادي الزمالك مثلا، ندي مثال على اعتبار انه اكتر نادي هيخلص عقوده مع لاعبته السنة دي، ممكن تلاقي الزمالك اذا ما جددش يعني العقود في شهر 6 الجاي، 6 مشي من عنده، بن شرقي مشي ونجم مشي، لو تعاقدوا مع انديه تاني طارق حامد مشي، لو تعاقد مع نادي تاني مثلا يعني عبد الشافي عقده يخلص، في عدد كبير من اللاعبين عقدهم يخلص. اذا افترضنا ان الزمالك ما قدرش يجدد غير نص اللعيبه دول بتاع 10 11 عقودهم بتنتهي في نادي الزمالك. بديك مثال، وده حصل مع فرجاني ساسي الموسم اللي فات لما جه في شهر يونيو، قال الزمالك ميرسي جدا شكرا انا عقدي بينتهي، ومش راح الدحيل القطري. حاجة برضو من الحاجات اللطيفة ان طلع امير مرتضى وقال لك ايه، قال لك ان فرجاني ساسي ابلغه ان هو رفع قضية على الزمالك حفاظا على حقوق الزمالك، وان هو مستعد يعمل اي حاجة. كلام طبعا انشا، يعني تخيل واحد بيقاضي نادي الزمالك وليس ذي حق، يعني الزمالك خصم منه مستحقات ضرائب ومستحقات تغيب عن المران نتيجة وجوده في منتخب بلده في وقت مش مظبوط وتأخر كذا مرة، فالزمالك خصم. ففرجاني بيقول كده، انما يعني ده كلام ايه لدغدغة مشاعر الجمهور، وكمان عشان نبين ان اللجان اللي فاتت كانت لجان سيئة وضرت النادي غلط، وان المشاكل دي كلها بسببها، وكل الكلام اللطيف الظريف ده. فيعني الحاج عامر حسين الوحيد في العالم اللي التزم بمعاد الأجندة الدولية. باقي الدوريات بقى الإنجليزي الإيطالي الأسباني الفرنسي، كل الأندية اللي عندها لاعبين أفارقة هي قدرت إن هي تحتفظ بلاعبيها لغاية 3 يناير، وده اللي قاله الاتحاد الإفريقي الحقيقة لكرة القدم.